ما لا من المزيد ترتقب. أغلقت أبوابك في وجوه الناس عاطلا ومغتضب. صوت الآهات فيك يعلو، صوت الآهات فيك يعلو والجروح تلتهب. كنت مليئا بالناس وجمالك الجميع إليه ينجذب. والكثير من الأطفال الموهوبين الذين شرخت أحلامهم، نعم شرخت أحلامهم بتدمير بلادهم. فندائي لكل شخص توجد لديه ذرة من الإنسانية، أفيقوا أفيقوا واستمعوا إلينا، نحن أطفال الوجع. أفيقوا واستمعوا إلينا، نحن أطفال الوجع. لا كلام يقال بعد هذه الدمعة.